خلي بالكوا انا قلت لكوا ان بيراميدز بيراميدز وفيوتشر هيلعبوا بعض في الكونفدراليه يوم الاحد الجاي ان شاء الله اللي هو 19 فبراير الساعه 6، هيبقى المباراه في استاد السلام اللي هو ملعب فيوتشر. والاتحاد الافريقي بعت خطاب رسمي لبيراميدز ولفيوتشر عشان يقول لهم الحكام يعني، فاللي هيحكم ماتش فيوتشر وبيراميدز في الكونفدراليه يوم الاحد حكم الجزائري مصطفى غربال. مصطفى غربال اللي حكم ماتش الاهلي وفلامينجو الاخير هو اللي هيحكم ماتش فيوتشر وبيراميدز في الكونفدراليه يوم الاحد الجاي ان شاء الله. معاه بقى اتنين مساعدين جزائريين برضو، مقرن قراري وابراهيم الحمولي، ومراقب المباراه هيبقى اسفو من اثيوبيا، وفي مراقب الحكام اسمه نيكبوتو من رواندا. يعني دي القائمه، دول طاقم الحكام اللي هيدير مباراه فيوتشر وبيراميدز ان شاء الله في الكونفدراليه يوم الاحد. وزي ما قلت لكم كابتن مصطفى غربال هو حكم المباراه.